الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا. الأمر الأول أن تؤمن بوجود هؤلاء الملائكة. أنت ما شايفهم لكن مؤمن بالملائكة، وقال لك كذا ورينا ملك من الملائكة، ملكا من الملائكة، ما بتقدر، لكن في النهاية أنت تؤمن ولله الحمد، تؤمن، ده من نعمة الله. شوف الله ده عظيم، شيء أنت ما شايفه تؤمن به، وما في زول عقلاني بيقدر يحاجك أنه في أشياء كثيرة أنت ما شايفها ومؤمن بها، في أشياء أنت ما شايفها ومؤمن بها. قال لك الكهرباء، وين الكهرباء؟ الكهرباء دي شكلها كيف؟ كبيرة، مربعة، مدورة، ما عارفها، لكن أنت مؤمن بها. العقل، وين أنت شايف العقل؟ شايفه ما شايفه، لكن أنت تؤمن بالعقل. أن تؤمن بوجود الملائكة. اثنين، أن تؤمن بأنهم خلقوا من نور، الملائكة خلقوا من نور. ثلاثة، أن تؤمن بمن سمى الله من أسمائهم، والذين لم يسمهم تؤمن بهم إجمالا. يعني تؤمن في ملك اسمه جبريل، في ملك اسمه ميكائيل، في ملك اسمه إسرافيل. في تفسير ابن كثير اليهود بيبغضوا جبريل عليه السلام وبحبوا ميكائيل، قالوا ميكائيل لأنه بينزل بالرحمة وجبريل بينزل بالعذاب، قال صيحة وأوك، قالوا جبريل ده بينزل بالعذاب فنحن ما بنؤمن به، أو بنبغضه، مش ممنؤمن بنبغضه، لكن ميكائيل ده تمام بينزل بالرحمة وبجر المطر السحاب إلى آخره. الله رد عليهم، ابن كثير قال قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل وميكائيل قال ميكال جزاك الله خير، قل من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله، لا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ابن كثير قال ذكر الله جبريل ولم يذكره وحده، وإنما ذكر معه ملكا هم يدعون أنهم يحبونه، فقرن بينهما لأن محبتهما لا تنفصل، تحب ميكائيل برضو تحب جبريل، بل جبريل أمين الوحي وهو أقرب إلى الله تعالى. جبريل عليه السلام بينزل بالوحي، والوحي ده الرحمة ذاته أكثر من المطر ومن غيره، جبريل بينزل بالخير وينزل بالعذاب لمن يستحق، شنو العذاب. بعدين الناس مستهبلين، يعني العذاب دار بطوبة ملك معين، طيب ملك الموت كيف بتحبوه؟ لا ما بتبغضوا؟ لا ما بنقدر نبغضه، ده ما بعدين بيقبض الروح. أها ومالك خازن النار بتبغضوا؟ لا ما بنبغضه. قال مسألة شنو؟ اضطراب. طيب فتؤمن بمن سمى الله من أسمائهم، جبريل، ميكال، إسرافيل إلى آخره، وتؤمن بالبقية إجمالا إنه في ملائكة أطت السماء وحق لها أن تطمى ما منها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم إلى آخره، ملائكة كتار جدا، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون وأنهم لا يعصون الله تعالى، تؤمن بهذا، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كذلك قال ابن عثيمين من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوظائفهم، جبريل أمين الوحي، تؤمن بأن ميكائيل ينزل بالقطر أو يجر السحاب، تؤمن بأن ملك الموت يقبض الأرواح وأن هذه وظيفة له، هذا عمله، وتؤمن بملائكة القبر وملائكة السؤال، وتؤمن بأن هناك ملائكة وكلوا بكتب الحسنات والسيئات،
وبعضهم وكل بحفظ بني آدم إلى آخره. عندهم وظائف، تؤمن بالوظائف دي كلها بما علمت منها. بعد ذاك الملائكة لا يستحقون العبادة، لا يعبدون من دون الله، وبعضهم أساء إليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قالوا إناثا، الملائكة ما إناث، ما في أنثى اسمها جبريل، ده أصلا لا يعقل شرعا ولا عقلا.